الأستاذ محمد الفضل عبد الله عبر الهاتف، هو المدير الإداري لمنظمة الإغاثة الطبية الدولية. برحب بحضرتك يا أستاذ محمد. وعليكم السلام، حياكم الله. تحياتي لحضرتك وتحيات زميلي الدكتور عطوان معايا في الاستوديو. لو نقف مع حضرتك على آخر وأهم المستجدات في الموقف السوداني وتحديدا فيما يحدث في ولاية الجزيرة. تحية طيبة، وبعد نأخذ لقطات عن الوضع في السودان عموما. طبعا الحرب هي ابتدأت منذ منتصف أبريل 2023، والآن نحن على بعد أيام لإكمال 12 شهر سنة كاملة من القتال والصراع داخل السودان. آخر تقارير الأمم المتحدة للوضع الإنساني في السودان، السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم أجمع، تخطى الرقم السوري والأفغاني وغيرها من الدول التي بها صراع. السودان فيه أكثر من ثمانية مليون نازح، سواء نزوح داخلي أو نزوح خارجي. النزوح الداخلي قدر ب 6.5 مليون، والنزوح الخارجي ب 1.6 مليون. راح ضحية هذا الصراع أكثر من 13 ألف شهيد من المدنيين الأبرياء داخل السودان. الوضع الحالي في ولاية الجزيرة، والتي دخلتها قوات وميليشيات الدعم السريع في ديسمبر الماضي، تم دخول حاضرة أو عاصمة ولاية الجزيرة وهي مدينة ود مدني، والتي تعتبر ثاني أكبر كثافة سكانية في السودان بعد الخرطوم. الميليشيات استباحت أكثر من 53 قرية ومدينة داخل ولاية الجزيرة، ارتكبت فيها أكثر الجرائم وحشية من انتهاك للعروض وترهيب للأطفال وقتل للشيوخ في مختلف قرى ومدن ولاية الجزيرة. واللافت للنظر أنه كل الأماكن التي دخلتها ميليشيات الدعم السريع هي عبارة عن مناطق للمدنيين، هي ليست مناطق عسكرية، وليست بثكنات للجيش، وليست بقواعد للقوات المسلحة السودانية، وإنما هي مدن وقرى للمواطن السوداني البسيط. أستاذ محمد، يعني لو تطلعنا، يعني الآن ميدل إيست آي، الجريدة البريطانية، الموقع البريطاني، يتحدث عن وقائع وأيضا بشهود عيان تحدثوا عن هذا الرعب وعن هذا التعذيب وعن هذا الحرق للبنايات وأيضا عن هذا الاغتصاب للفتيات. برأيك لماذا تفعل ميليشيات حميدتي كل هذا بأهلنا في السودان؟ يعني كلام منطقي، كما تفضلت، هؤلاء مدنيين مسالمين في بيوتهم، ليسوا عسكريين. برأيك لماذا كل هذا الترويع والتعذيب من ميليشيات حميدتي لأهلنا خاصة في ولاية الجزيرة؟ طيب، ابتداء يمكن السؤال يلخص في ماذا تريد يعني قوات الدعم السريع. يعني كما أسلفت، قوات الدعم السريع عبارة عن ميليشيا، تمام. الغرض الأساسي من تواجدها هو عملية انتقامية من كل مكونات الدولة السودانية. الميليشيات كما تعلمون هي، وكما بين لنا فترة أو أشهر الحرب الماضية، ليست لديها أي بوصلة ثابتة، وإنما تبين الهدف الأساسي هو عملية التكسب من دماء الأبرياء عن طريق نهب الممتلكات والاستفادة من السلطة الوقتية، عبارة عن ثراء لعائلة معينة تقود هذه الميليشيا. أستاذ محمد، لو تطلعنا مشكورا على مكونات هذه الميليشيات، المكونات القبلية أو المكونات العسكرية، أو هل هناك في معهم مقاتلين آخرين؟ سمعنا أن هناك منتشاد أو بعض الدول الأخرى. لو تطلعنا مشكورا عن المكونات لهذه الميليشيات التي الآن تفعل كل هذه الأفعال في أهلنا في الجزيرة. نعم، ابتداء الدعم السريع هو عبارة عن عدة قبائل
كانت في غرب السودان، وهذه القبائل هي قبائل ممتدة على عدة دول إفريقية. هي نفس القبيلة تتواجد في السودان في المناطق الحدودية ومع الدولة الشقيقة الجارة تشاد، وأيضا لها امتداد في النيجر وامتداد في عدة دول إفريقية أخرى تحمل نفس المكون لإنسان تلك المنطقة. فهي عبارة عن عدة قبائل كانت متواجدة في منطقة غرب السودان، ومعروف تاريخيا فترة تسليح هذه القبائل التي كانت تحرس، والمفترض من تكوينها كان حراسة الحدود السودانية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وانقلبت على قوات الشعب المسلحة. طيب أستاذ محمد، لو تحدثنا عن الأطراف الخارجية المتداخلة في هذه الحرب، في حرب السودان، ونتحدث بوضوح أيضا، الجميع يقول أن الإمارات تدعم بشكل كبير جدا ميليشيات حميتي، هل هناك أطراف غير الإمارات تدعم هذه الحرب وتدعم ميليشيات حميتي، أم أنه الإمارات فقط هي من تدعم تلك الميليشيات؟ طيب، قوات الدعم السريع بشقيها العسكري والسياسي إن صح الوصف، سياسيا هناك عدة أحزاب سودانية مدعومة من دول سواء كانت غربية أو غيرها من دول المنطقة، هي تمثل الوجه السياسي لهذه القوات، والتي في الفترة الأخيرة عقدت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات للتغطية على جرائم الدعم السريع في السودان وفي ولاية الجزيرة خصوصا. بالنسبة للجانب العسكري، فكما هو وارد لكم وكما صرحت قيادة قوات الشعب المسلحة، إضافة للإمارات وهي الداعم المادي اللوجستي لهذه القوات من أجل أن تفعل ما قامت أو ما تفعله الآن بدماء وبالسودانيين. بالدول الأخرى ليست هي منخرطة في هذه العملية كدولة، وإنما جزء من مكوناتها كما ذكرت قبل قليل، المكون العرقي للدعم السريع في دول الجوار في تشاد وفي النيجر وفي أفريقيا الوسطى. طب أستاذ محمد، أنت تتحدث الآن عن 8 مليون نازح، 13 ألف شهيد حتى الآن، يعني برأيك الآن من وقت إلى آخر نسمع عن تداخلات لبعض الدول المنطقة العربية من أجل محاولة إصلاح وراء بالصدع، أخرها ما حدث في ليبيا والحكومة الليبية باستدعاء، أولا يعني أصبحت هناك اتفاقيات غير أو تفاوض غير مباشر قبل به كلا الطرفين، برأيك هل هناك جديد، وهل يستطيع يعني هذا التفاوض الجديد في طرابلس أن يضع حدا لهذه الحرب؟ طيب، أنا ممكن أفهم أنه نتكلم عن المستقبل السودان حاليا، نعم، ضمن كثير من المحاولات في المنطقة سواء عقد لقاءات أو وساطات من دول الجوار. مستقبل السودان الوحيد يكمن في انتصار قوات الشعب المسلحة على الدعم السريع، لأنه لا يتخيل العاقل من أهل السودان أن يتم حكمه من قبل جماعة ليس لديها أدنى أساسيات الأخلاق، جماعة لا تتورع في ترهيب الصغار والاعتداء على الحرائر وقتل الشيوخ. لذلك وجود هذه الجماعة ضمن مكونات الحكومة المستقبلية هو عملية حكم بالإعدام على ما تبقى من السودان. لذلك الحل والمستقبل الوحيد هو انتصار قوات الشعب المسلحة بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الفضل عبد الله، المحلل السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف في الشارع المصري. شكرا جزيلا لحضرتك.